السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ النهارده عايز اتكلم معاكم في موضوع ان انا ازاي حصلت على رخصه قياده في روسيا. الحياه بتاعتنا كشعب عرب عامه دلوقتي بقينا عاملين زي ماتش الكوره، يعني استنينا لما محمد صلاح ينجح وبدانا نقول عليه ان محمد صلاح ناجح، ويرجع واحد يقول لك ايه، يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت جربت، يا ريتني مش عارف كنت ايه. فانا بقول لك حاول ان انت تجازف، لان المجازفه عامه حياه. معنى ان انت تيجي روسيا او تسافر اي دوله اوروبيه دي نفسها مجازفه مش وحشه، منها تبقى اتعلمت ثقافة الدولة، اتعلمت ثقافة الشعوب، اتعلمت من حياة عامة، حياة جديدة ما شفتهاش مثلا في مصر او في اي دولة عربية. فعلشان كده بقولك ان حب المجازفة حاجة كويسة. فانت بتجازف وكل واحد عقليته هي اللي بتوصله للمراحل اللي هو هيقدر يعيش فيها. زي انا عملت رخصة او رخصة القيادة الروسية. الموضوع يا جماعة ممكن ما يكونش صعب زي ما الناس متوقعة. انا لما عملت الرخصة بتاعتي كنت عملتها في سنة 2014 بالظبط، الرخصة معايا بتاريخ 17/7/2014، رخصة روسية. بس هخبي البيانات لان انتوا فاهمين مواضيع البيانات دي بتكون عاملة قلق. بالرغم ان انا لما عملت الرخصة ديت ما كنتش لسه حصلت على الجنسية الروسية، وحتى ما كنتش لسه حصلت على الإقامة الدايمة في روسيا. لما عملتها بالإقامة العادية خالص. طيب النهارده انا هقول لك عليها وازاي بتعملها، وهوريكم النهارده ازاي بيكون الامتحان بتاعها وازاي بيكون تعليمها في مدارس تعليم القياده في روسيا. المطلوب منك حاجات مش كتير، حاجات يعني اتهف الامور واسهل الامور. على فكره موضوع الامتحان للغه الروسيه سهل جدا، سهل جدا 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 فوق ما تتصور. علشان كده بقول لك لو انت طالب او لو انت راجل عايش في روسيا معاك اقامه ارفابي او فيت ماجيستو او معاك الجنسيه الروسيه، انصحك ان انت تعمل الرخصه الروسيه. الرخصه بتطلع بسهوله جدا على فكره. طيب في جميع مدن روسيا، في جميع المدن موجود اماكن كتيره جدا اسمها افتر شكولا. افتر شكولا ديت اللي هي مدارس متخصصه لتعليم القياده، ديت موجوده في كل مدن روسيا، والاسعار بتختلف من جميع المدن للمدن. يعني انا عندي في بسكوف تقريبا عامله 17-18 ألف روبل. في المدن التانية ما اقدرش احدد لك، لان كل مدينة هنا في روسيا بتختلف اسعارها عن التانية من حيث الايجارات، من حيث المصاريف، من حيث كل حاجة. علشان كده ما اقدرش احدد لك، بس انا هكلمك على الوضع اللي انا عملته ومشيت بيه وازاي نجحت في رخصة روسية. طيب اول حاجة هتروح الافتر شوكولا ديت، هتقول لهم ان انا عاوز اتعلم. لو انت مثلا ما بتعرفش تسوق هتقول لهم ان انا عاوز احصل على رخصة قيادة روسية. طبعا هما هيعملوا لك حاجة اسمها الفاجدينيا. الفاجدينيا ديت طبعا بتكون اللي هو تعليم السواقه عملي على العربيه نفسها، وبرضو انت بتروح زي نظام مثلا 3 ايام في الاسبوع او 4 ايام في الاسبوع او مرتين في الاسبوع على حسب المدينه اللي انت فيها وعلى حسب الافتر شوكولا اللي انت داخلها. طيب قد ايه مده التعليم في مدرسه القياده في روسيا؟ على ايام انا كانت شهرين، دلوقتي على حد علمي ان هي شهرين ونص لثلاث شهور. المهم مش هتختلف كتير، يعني من 3 شهور لشهرين هي كل دي بتكون افاده ليك. كل ما بتتعلم اكتر بتكون افاده ليك، تعرف العلامات المروريه في روسيا، تعرف الاماكن اللي تقف فيها، الاماكن المشرح لك بيها. هم هيعلموك كل حاجه في المدرسه ديت. علشان فعلا تشتغل على تاكسي في روسيا انصحك ان انت تعمل الرخصه الروسيه. هتتعب، هو مفيش حاجه بتيجي بالساهل، هو مفيش حاجه اسمها راحه، هو ربنا ما خلقش الراحه في الدنيا. فانت علشان توصل لازم ان انت هتتعب، تتعب بقى في رخصه، تتعب في ورق عمل، تتعب في شغلك، تتعب في تعليم لغه. المهم ان انت تعبك دوت هتعرف ان هو هيعود عليك بالنفع. انما انت لو ما تعبتش في حاجه صدقني مش هتعرف توصل فيها. يبقى المدرسه عندنا بتاخد من تقريبا من شهرين لثلاث شهور، بيعلموك كل قواعد السواقه في روسيا من البدايه للنهايه، ونفس الطريق اللي بتمشي عليه تبعهم هو نفس الطريق اللي انت هتعمل عليه الامتحان. يعني حتى الطريق اللي انت هتمشي عليه تبع مدرسة تعليم القيادة هو نفس الطريق اللي انت هتدي عليه الامتحان. طيب انت قبل ما تطلع على امتحان المرور لازم بتعمل امتحان في مدرسة تعليم القيادة. لو عديت الامتحان بتاع مدرسة تعليم القيادة كده انت بتبدأ تعمل شوية الاوراق بتاعتك اللي هو زي التحاليل، الايدز، المخدرات، النظر، يعني الحاجات اللي هي عادية كأي رخصة في العالم بتروح تعملها. وبعد كده بيحولوا ورقك هم المدرسة ديت، بتحول الورق بتاعك على المرور. طيب اول حاجة في المرور بيبقى امتحان السواقة ولا امتحان الكمبيوتر؟ لا، في روسيا اول حاجة بيكون امتحان الكمبيوتر. بيجي لك 20 سؤال،
المفروض ان انت بتجاوب على 18 سؤال منهم، وكل غلطة بيزود لك أسئلة، كل ما تغلط يزود لك أسئلة يزود لك أسئلة. وتخش على المرحلة التانية من الامتحان. طيب أنا أعمل إيه علشان أعرف انجح في امتحان اللغه الروسيه؟ انت راجل موجود في روسيا، طيب انا اقول لك حاجه، انت جيب تليفونك وخش على الابل ستوري لو انت على الايفون، او على جوجل ماركت لو انت من على اي تليفون، هتخش تكتب باللغه الروسيه جي بي دي دي ج ب جي بي دي دي، هيطلع لك حاجات زي دي بالظبط. يعني انت بقى ممكن تحمل اي واحد فيهم، اي واحد فيهم. يعني انت عندك كلمة، يعني انا مثلا ايه، هدخل على تاني واحد اللي هو بتاع الامتحان هحمله. انا لما عملت الرخصة ما اضحكش عليكم، انا ما كنتش بعرف في اللغة الروسية كتير. عملت ايه؟ اول حاجة نزلت البروجرام بتاع الجي بي دي دي دوت بتاع المرور، نزلته على التليفون عندي. بعد كل وقت انا فاضي بخش ايه على الاسئلة. هو عندك بتبقى الاسئله اختياري، انا هوريها لكم في فيديو النهارده كل حاجه بتكون في المدرسه ماشيه ازاي. الصور بتكون عندك اختياري، وبيكون عندك الاسئله اختياري كلها ان انت بتختار رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4، كل ده على الكمبيوتر قدامك. المهم ان انت معاك 20 دقيقه ان انت تلحق تعمل الامتحان دوت. طيب تمام، عديت ونجحت في الامتحان ونجحت في الاختبار، بتطلع بعد كده على حاجه اسمها الافتادروم. لان انا اشتغلت زي ما قلت قانوني، فعلشان كده بقول لكم الرخصه الروسيه هتنفع معاكم في حاجات كتير. لو انت موجود في روسيا هتعرف تشتغل على تاكسي، هتعرف يبقى عندك عربيه ملك
لا قدر الله لو حصل معاك حادثه بيكون افضل ان انت معاك رخصه روسيه. طبعا لو معاك الرخصه الدوليه فروسيا تعتبر لا تعني شيء، هي تعني حاجات بس مش اللي هي زي الرخصه الروسيه، لان انت في روسيا بالرخصه الروسيه تقدر تعمل الاستراخوفكا اللي هو التامين على العربيه، التامين على نفسك كسواق، الكلام اللي انت عاوزه ده كله. على فكره الموضوع سهل يا جدعان، ما فيهوش اي صعوبه. كل اللي عليك ان انت هتجيب الكتاب بتاع الجي بي دي دي دوت بتاع المرور واحفظه زي ما انا عملت، حتى لو ما حفظتوش قرايه وكتابه احفظه شكليا، بحيث ان انت هتقعد هيجي لك ال 20 سؤال بتاعك الاجابات هتبقى عارفها حتى من شكلها. مش هقول لك مثلا اللي هو ايه حاجه انا سمعتها، لا بص اهو والله والله بص الرخصه بتاعتي انا الروسيه انا حاصل عليها، ايامها ما كنتش لسه بعرف اتكلم روسي كويس لان انا عاملها في 2014، يعني من 6 سنين بالظبط، او من اكتر من 6 سنين ونص. يعني لك ان تتصور من 6 سنين عدوا كنا الواحد لسه عامل ازاي في اللغه الروسيه. فيا جماعه لازم المجازفه، لازم ان انت تجرب مره واثنين وثلاثه علشان توصل في اي حاجه، مش في روسيا بس، حتى في اي دوله انت رايحها او في اي حته انت رايحها. ما تبقاش عامل زي المشجع اللي هو قاعد مستني هيجيبه جون ولا لا، انجز حياتك وعيش حياتك مع بعضيها وعيش حياتك مع نفسك علشان تعرف توصل صح. سلام عليكم واشوفك في فيديو جديد.